لوين رايح بالليل؟ طالع مش عصيد عصافير. هلا بالليل؟ لك لكن ما الزعيم طلب منا انه نتدرب على النيشان، شلون ما نتدرب على النيشان؟ لازم نصيد عصافير، قال كل واحد من زلم الحاره بجيب له 60 عصفور كل يوم، لكن مشان بس يفوتوا الفرنساويه نعرف النيشن عليهم، عرفتي شلون؟ طيب هيك رايح بقلابية النوم؟ لك لكن شلون بدي اخدع العصافير مشان يفكروني نايم؟